السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه
ورفعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله آمين إن وعد
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم.